هذه هي المؤسسة تزول المؤسسة جديدة فيها المرافق عدة فيها المرافق فيها الأقسام سنة أولى سنة ثانية سنة ثالثة هناك مطعم والقاعات قاعة لإدارة المدير والمستشار والإدارة العامة كذلك هناك الإعلام الآلي هناك مستوصف في المؤسسة كذلك هناك مخبر كذلك موجود في المؤسسة وكذلك باب مكان للمسائل الكتب وللمؤسسة بالنسبة للأستاذات أستاذات نساء رجال غير موجودين كلهم صحراويين بالنسبة للدروس دروس تقريبا كتب نفس الكتب من وزارة التعليم كتب في متناول دروس في متناول التلاميذ بالنسبة للرياضيات التاريخ بالنسبة للتعليم مجانيا مجانيا التعليم بالنسبة للمتوسط وبالنسبة تقريبا للمدارس على مستوى الجمهورية الكتب مجانيا كذلك المئزر مجاني مآزر مجانيا تقريبا المسائل كلها مجانيا حتى الأكل الأكل مجاني كل المسائل كلها مجانية حالت عزة هون طبعا عنها هي حالة واعرة شوي قال الحمد لله هي عندها شجاعة عنها تواصل قرايتها الحمد لله هي تقلبت على ذاك الظروف كاملة تسوى لها ساتيذة تطلب بوليكوب باش إلها يملوا عليها الدروس وهي تحفظ وهي تراجع نين تكتب آلتها ما لا تعود عندها مشكل لأن الآلة مساعدتها الحمد لله تقرا وحدها تراجع وحدها اللي خاص عزة إلا أستاذ ولا أفراد من أفراد العائلة يملوا عليها الدرس وبالتالي هي لم تلات عليها الدرس وكتبتها عزة الحمد لله ما لا تعود عندها مشكلة أقوم بطريقة الإملاء طريقة الإملاء على تلميذة عز وهي تقوم بالإجابة حسب سماع السؤال في طبعا بالآلة التي تعتمد عليها في كامل الامتحان نلاحظ أكيد أن نتائج تلميذة عزة في تفوق في تحسن في أغلب المواد قاعة خاصة بالإعلام الآلي قالوا فيها التلاميذ شنو قالوا المعلوماتية نحاولوا عنا نعتلهم لهم شنو هي المعلوماتية كيفاش يدخلوا كيفاش يعودوا يعملوا هاي الأجهزة الحديثة دراك العادة العالم عاد يشتغل إلا بها اليوم صادفتوا بنهار ما يقراوا فيه التركة عندهم اليوم امتحانات وما يشتغلوا في هذه القاعة شهر ثانوي ولا شهر متوسطة ثانية يفيد ملفهم من جماعة فردية يفيد هما اللي ملفهم
هي قاعة العلاج في ذي المؤسسة، وذي المؤسسة حاملة مثلا فيها تلاميذ دايرتين تفاريت فيهم هيريز تعليم متوسط، وهي قاعة العلاج نقدم فيها الإسعافات الأولية في حالة مثلا يشير وصاب بالحمى قصر مثلا اللي كامل نقدر نحن نعدلهم نقوم من العلاج ندوهم، في حالة مثلا عندنا من يحتاج للمستشفى تلفون عليهم ويجي البولانس وتمشي به اللي كامل نقدر نعدلهم كي عراف كي نهز جرح كيف مثلا نقدموا الإسعافات الأولية للتلاميذ والأساتذة بنفس الوقت، واللي نقدروا كامل نعدلهم اللي كامل الخدمة كاملة اللي نقدروا نحن ندوهم نعدلوها، واللي ما نقدروا تلفون على البولانس وتمشي به للمستشفى. الكتاب المدرسي للصحراوي اللي معدل ب يعني من طرف لجنة تأليف اللي خلقناها لهذا المجال، واللي ماشية تحصل على المسودات في هذه الجوانب كاملة اللي متعلقة بالابتدائي بالمتوسط أساسا، واللي قطعا علمناها سنوات يعني هاي السنة وهاي السنة اللي الدراسية القادمة يعني اللي يتقدم يعني مجالها. قبضنا يعني شرينا مطابع على اساس اننا نطبعوا الكتاب الصحراوي اللي بالعدد اللي احنا مثلا محتاجين عليه، وهذا بتكامل مع هذه البرامج اللي نديروا في التلبزة اللي يعود يفتح مجال للصحراويين هون وللناس حتى في يعني المناطق المحتلة على انها تقد مثلا تتابع دروس من خلال يعني مع التعليم الصحراوي الوطني، وله تعليم مثلا يعني دولة الاحتلال في المناطق المحتلة. بالنسبة للواحد من المجالات الثانية اللي وزارة التعليم مركزة عليها هاي السنة هو إعطاء المجال والقوة اللازمة لجامعة تفاريتي، لهذه الجامعة اللي تعادت دراكاتية شكلنا لها عدة كليات اللي تابعين لها، فهمت يعني هذا اللي المجال الطب من خلال اللي يعدل هنا في التمريض في تكوين الأطباء العامون في هذا اللي كامل متعلق بشيء ينقالوا الصحة الصيدلة، كذلك اللي متعلق بالإدارة ومختلف يعني مستويات الإدارة، ذا اللي متعلق بالتعليم وسواء كان التعليم يعني الابتدائي والله المتوسط والله تكوين الأساتذة والمفتشين وذي المجالات كاملة اللي بطل هذه الاختصاصات كاملة اللي متعلقة بالتعليم يعني السينما وذي اللي كامل متعلق به الصحافة، عندنا مدرسة صغيرة للصحافة غير ما شيء ملي حتى هي يعني تتقدم في ذا الجانب اللي هو إذن إلى آخره. خالقة هذه يعني صفحة كليات كاملة يعني تابع لجامعة التفاريتي. جامعة التفاريتي توصلت ل يعني اتفاقيات مع أكثر من 60 جامعة على أساس أنها يعني تعود الشهادات اللي تقدم جامعة التفاريتي يعودوا جابرين مقبولين عند هذه 60 جامعة اللي دارت معها بروتوكولات. هاي السنوات ولو خالقة وضعية حرب احنا ماسين على أننا نقدروا نتغلبوا على ياسر من هذه المصاعب، ونقدو نجعلو على انه التعليم يكبر ويتوسع وتطلع من مستويات وهذا الجانب اللي هو، وهذا قطعا على انه له يعود بالنسبه لنا انجاز وتحدي في هذا الوقت اللي لا شك على انه وقت اللي يتطلب من الصحراويين كاملين يسوا منين كانوا هم على انهم يعني يتهلاوا في قرايتهم ويتقواوا.